السلام عليكم، معاكم أحمد إيهاب من قناة حكاية أثر. هنتكلم النهاردة عن واحد من أكثر الاكتشافات الأثرية المهمة جدا اللي حصلت يوم 3/11/2023، وده لأنها مقبرة في فترة تاريخية ما عندناش عنها معلومات كفاية، وفي نفس الوقت مهمة جدا لأنها بتعرفنا إزاي عاش المصريين في فترة الفرس وفترات نهاية الحضارة المصرية القديمة والعصور الفرعونية في مصر. أعلنت البعثة التشيكية عن اكتشاف مقبرة الكاتب جحوتي إمحاد في منطقة أبو صير، واللي بتعود للفترة بتاعة الأسرة 26 والأسرة 27، والفترة دي زي ما قلت لحضراتكم ما كانش فيها كتابات وتدوين كتيرة وما كانش عندنا معلومات كفاية عنها، وكون إن المقبرة دي لكاتب والكاتب ده عاش في عهد الأسرة 27 فده هيساعدنا جامد جدا لمعرفة الفترة دي كان فيها إيه. وبيعود تاريخ المقبرة لمنتصف الألفية الأولى قبل الميلاد، ومنطقة اكتشاف المقبرة فيها مقابر كتير جدا لكبار رجال الدولة والعسكريين، والمقبرة دي كمان هتساعدنا مع المقبرة بتاعت واح اي براع اللي تم اكتشافها السنة اللي قبل اللي فاتت، في انها تدينا برضو معلومات كفاية عن ظروف مصر في القرنين الخامس والسادس قبل الميلاد. وتصميم المقبرة هنا بيعود لتصميم المقابر في العصر ده، فهنلاقي انها عبارة عن بير بننزل منه، ننزل على ممر طويل بيصل طوله هنا حوالي ل 3 متر بينتهي بحجرة الدفن. وعايز اقول لكم ان بالرغم من ان الجزء العلوي من المقبرة ما كانش سليم، لكن حجرة الدفن فيها كتابات هيروغليفية من نصوص الاهرام، وكمان مناظر البير المؤدية للمقبرة بترجع لواحد من القادة العسكريين في الفترة دي وكان اسمه منخ ابن كاو، والجدران في الجنوب والغرب عليها مناظر طقسية ومائدة للقرابين. اما الجانب العلوي من التابوت فعليه نصوص من كتاب الموتى وصور للمعبودات اللي بتحمي المتوفي، والجانب الاقصر للتابوت بيحمل صور للمعبودات ايزيس ونفتيس مع نصوص لحماية المتوفي برضه، والجانب الخارجي للتابوت وجدران حجرة الدفن عليها مقتطفات من نصوص الأهرام. في أسفل الجدار الداخلي للتابوت هنلاقي تصوير للمعبودة إيمنتت، معبودة الغرب في مصر القديمة، وكل جوانب التابوت الداخلية بتحتوي على ما يعرف بالتعاويذ الكانوبية. المثير إنهم لقوا إن حجرة الدفن فيها في الجدار الشمالي نصوص كتير جدا ضد لدغات الثعابين، واللي متاخدة ومقتبسة من نصوص الأهرام برضه. أما السقف عليه مناظر لرحلة الشمس عبر السماء في مراكبها الصباحية والمسائية مصحوبة بتراتيل الشروق للشمس وغروبها، وتم إجراء دراسات أنثروبيولوجية عرفوا منها إن صاحب المقبرة جحوتي إمحات توفى في سن مبكرة حوالي 25 سنة، وكمان كان مصاب ببعض الأمراض الوراثية وبيرجح إنها أمراض في الظهر والعمود الفقري، وده كان نتيجة لطبيعة عمله ككاتب. وهنا تنتهي حلقتنا، دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.